تفسير حلم القمل في المنام. قال ابن سيرين إن رؤية القمل في المنام تدل على وجود مجموعة من الأشخاص الحاسدين في حياة الرائي الذين يسعون إلى تشويه سمعته بشكل دائم، وفي حال قام الرائي برمي القمل دون قتله فهذا يعني معاناته من المشاكل وتعرضه لخسائر مادية خلال الفترة القادمة. أما العصيمي فيفسر الإمساك بالقمل ورميه بقدرة الرائي على التخلص من المشاكل والأزمات التي سيمر بها خلال الفترة القادمة، وفي حال رأى الشخص المريض القمل في منامه فهذا يدل على الأوجاع التي سيمر بها خلال فترة مرضه قبل أن يتعافى. وإذا رأت الفتاة العزباء أنها تقتل القمل فهذا يعني نجاحها في الانتصار على أعدائها وتفوقها عليهم، كما يدل هذا على الخير والرزق الوفير الذي ستحصل عليه هذه الفتاة خلال الفترة القادمة. ترمز رؤية القمل يسير على فراش الفتاة العزباء إلى اقتراب خطبتها من شخص جدير بالثقة، أو على وجود مجموعة من الأشخاص الراغبين بالتقدم لخطبتها. أما لدغ القمل للفتاة العزباء فدليل على وجود بعض الأشخاص الحاقدين الذين يسعون للنيل منها، وفي بعض الحالات تكون هذه الرؤية دليلا على فشلها في الدراسة. وفي حال رأت الفتاة العزباء أنها تنزع القمل من شعرها فهذا يرمز إلى تخلصها من الأشخاص السيئين الموجودين في حياتها والذين تسببوا لها بمشاكل كثيرة خلال الفترة الماضية، بينما تدل رؤية العزباء لقمل كثير في شعرها إلى تعرضها لخسائر مالية كبيرة خلال الفترة القادمة وتراكم الديون عليها، وأحياناً تدل هذه الرؤية على ارتكابها مجموعة من الآثام والذنوب التي يجب أن تتوب منها. إذا رأت المرأة المتزوجة القمل في منامها فهذا يعني معاناتها من مرض سيستمر معها فترة طويلة لكنها ستشفى منه في النهاية. أما إذا رأت الكثير من القمل في منامها وكانت تعاني من مشاكل في الحمل فهذا يعني حل هذه المشاكل واقتراب حملها. في بعض الأحيان يرمز القمل في منام المتزوجة إلى ارتكابها بعض المعاصي التي يجب أن تقلع عنها، أو إلى وجود خلافات بينها وبين زوجها قد تنتهي بالطلاق. أما بالنسبة للمرأة الحامل فإذا رأت نفسها تقوم بتنظيف شعرها من القمل فهذا يعني تخلصها من الأشخاص السلبيين الموجودين في حياتها، وإذا قامت بقتل القمل فهذا يعني سهولة ولادتها. كذلك تدل رؤية القمل في منام المرأة الحامل إلى أن ذريتها ستكون من الإناث. هذا كله والله أعلم.